هل ترى أنت وأنت من موقعك في الرباط أن السلطة الوطنية الفلسطينية بإمكانها لديها الشجاعة لاتخاذ هكذا خطوات؟ أعتقد ما تفضل به الأستاذ عصفور فيه جانب من الصحة، بل كثير من الصحة، على أساس أن استقبال نائب الرئيس الأمريكي هو تكريس للأمر الواقع، ولذلك لا بد من جدية أمام هذا الأمر الواقع. لا أدري إن كان مثلا الإعلان عن دولة فلسطينية كرد صائب، ولكن في جميع الحالات يعني استقبال نائب الرئيس هو يزكي الوضع. أريد فقط أن أشير إلى مسألة لم لربما يتم الانتباه إليها في خطاب الرئيس الأمريكي، هو أن دعمه لما أسماه بحل الدولتين أصبح مشروطا أو شرطه باتفاق الطرفين، بمعنى أنه نحن الآن أمام وضع جديد، أن الولايات المتحدة لم تعد تدعم حل الدولتين، فهناك معطى جديد يسائل الفلسطينيين أولا، يسائل العالم العربي، العالم الإسلامي، وطبعا المنتظم الدولي. الشيء الأساسي في اعتقادي أو الإيجابي هو مثل ما تفضلتم، هو الموقف المشجع الذي صدر من فرنسا ومن الأمين العام للأمم المتحدة، بمعنى أن المسألة لم تحسم نعم ولا ينبغي أن تحسم، وينبغي أن تحسم بكثير من العقلانية نعم أكثر من الشعارات طيب وردود الفعل.